صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم يتابعوا حلقة اليوم من MTV Live. مع بداية شهر رمضان المبارك بدي أعيد الجميع وأتمنى أنه يكون شهر خير وبركة ما بيحمل إلا السلام والأمان والفرح لكل الأشخاص. بما أنه السنة الأعياد مجتمعة مع كل الطوائف إن شاء الله يكون هيدا بدرة خير وأمل كرمال اللبنانية يرجعوا يتوحدوا ويجتمعوا مش بس بالأعياد وإنما كمان بكل أعياد السنة. من هذا المنطلق و بما انه بلش شهر رمضان المبارك بفقره ايت سمارت لليوم مع اختصاصيه التغذيه ميرفت ابيض رح نحكي عن النظام الغذائي المناسب لشهر رمضان المبارك. صباح الخير، صباح النور، رمضان كريم وعليك يا رب. وانا بدوري كمان بدي اعايد للمشاهدين واقول لهم رمضان مبارك. هلا نحن اليوم رح نحكي عن شو فوائد رمضان وعن كيف لازم يكون النظام الغذائي خلال هذا الشهر. صحيح، هلا هو الصيام بحد ذاته لو كيف ما كانت اشكاله وانواعه هو شيء مفيد كمان للجسم صحيا. مفيد للجسم، للطاقة، للتجدد، لتجدد الخلية كمان، يعني من ناحية التغذية كيف عم بفيدنا الصيام. مزبوط، لكن اللي قلتي كتير حلو انه كمان في عندي نوع من هيلينج بيصير خلال الصيام، علاج وشفاء. مزبوط، بتعرفي صوم وتصحوا، فهذا الشيء منه كتير غلط، فيه شيء منه اشياء من الصحة. هلا رح نشوف شو بيصير لما جسم بيكون صايم بالديتوكسيفيكيشن بروسيس بنسميه. تذكري جمعة الماضي كنا عم نحكي انه كل هول الديتوكس دايتس هول مش شيء، يعني ما في شيء منه ما في شيء بيعمل ديتوكس الا العضوية بالجسم، يعني هو الكبد هو بينظف الجسم وبيعمل ديتوكس. صراحه ما فينا نمشي بدايت وهو ديتوكسيفيكيشن. اما الصيام هو بيعمل ديتوكسيفيكيشن للجسم على مراحل، يعني نحن باول يوم او يومين من الصيام هون اللي بيكونوا هول اصعب يوم وكل العالم بيشوفوا بهالشيء بحيال نوع صيام كان، اذا كان انترميتنت فاستنج او صيام رمضان او اي نوع كان، حنحس انه اول يومين هن اكثر شيء بيكونوا صعبين. ليش بيكونوا صعبين؟ وبيبين اصلا هالشيء على الجسم، ممكن يكون في وجع راس، ممكن يكون في دوخه، ممكن يكون في نوزيا. سو اول شيء في عندي withdrawal of caffeine، يعني اذا شخص كثير بيشرب قهوه وانا عم بشيل كومبليتلي القهوه اول يومين رح يصير في وجع راس اكيد ورح يصير في تعب اذا بدك. سو اول يومين بيكون الجسم عم بيتعود، يعني بعد 8 ساعه من الصيام نحن هون ساعتها بنكون دخلنا بشيء اسمه الفاستنج اللي نحن بنعرفه هلا. سو مع كل ببلش الجسم يستوعب انه لا انا حرموني من الاكل. مزبوط. يعني اكزاكتلي، ولانه الجسم استوعب هذا الشيء شو بيصير بيعمل؟ بيصير بياخذ الجلوكوز اللي موجود بالجسم. سو كمان لهيك بنحس انه الطاقه واطيه او بنحس حالنا انه تعبانين. من بعدها يعني من ثالث اذا بدك غير انه يعني من ثالث لسابع يوم، يعني اول جمعه اذا بدك نقول، بنفوت نحن بستيج 2. هون كمان ممكن يكون في تعب وبنحس انه نحن من دون اكل، يعني ما في طاقه، بس بعد يعني بعد هالفتره بعد هالجمعه ببلش بيتحسن كل شيء. سو كل شيء بصير بيختلف، الصيام بصير اسهل، بنحس انه الخلايا بالجسم عم تتجدد. حتى بعد هيدا ستيج اذا في شخص عنده جرح شوي قديم يمكن يحس هالجرح عم بيكون عم بيحكه، لانه حتى يعني مثل ما قلنا انه هو هيلينج، فالجسم بيرجع اذا فيني اقربها انه بيعيد النظر على الهيلينج بروسيس اللي كان قديم بالنسبه لللايف ستايل القديمه. سو اذا نحن هون رجع حسينا انه في جروحه يمكن عم بتحكنا او سكار قديم يمكن نحس انه صارت شوي اريتيتد، هيدا يعني انه هون عم بيصير في عندي هيلينج بروسيس من عمليه شفاء وتطور بالعلاج. مزبوط مزبوط تمام. هلا كمان بعد هالفتره الجسم بيصير بيعمل بريك داون للجليسيرول. هذا الجليسيرول يعني هون صرنا نحن عم نستعمل مش الجلوكوز للطاقه، صرنا عم نروح انه نحن نستعمل الفات للطاقه. سو هون مشان هيك اول شيء هذا بيساعد بالويت لوس، ثانيا حنحس يمكن انه البو تبع الشخص بتكون شوي دهنيه زياده عن اللزوم، لانه هون بنكون عم نتخلص كل الفاتي اسيدز اللي هي مش منيحه من الجسم. سو كمان يمكن نحس انه ممكن يطلعوا حبوب اكثر من العاده بمحلات معينه. سو هذا بس بهالترانزيشن فيز. واخر ستيج يلي هي نحن بنكون من داي 8 ل سوري من داي 16 لداي 30، هون يعني كله صار اذا بدك فلاورز اند باترفلايز، كله صار كثير منيح، صارت الطاقه رجعت تطلع. اللي بيعمل رياضه بحس انه يمكن صوب اخر ايام رمضان عم بحس حاله يمكن قادر انه يعطي طاقه اكثر من قبل رمضان حتى، طبعا لانه كمان الجروث هرمون بيكون عالي.
بيكون في عندي ريليس اوف اندورفينز حتى لو قاعد بلا اكل. يعني على كل حال رح نحكي عن الرياضه بالاسم الثاني من حلقتنا، لكن قلنا بثاني 15 يوم من الصيام بيكون الجسم تعود، بيرجع بيخلص الصيام وبنرجع بناكل بشكل طبيعي كمان، وهنيك الجسم بده يرجع بده وقت ليرجع يتعود على النمط القديم يلي كان ماشي فيه. واذا بدك هيدا كمان من فائده رمضان انه نحن يكون هيدا نوع من ديتوكس او نوع من انه نحن نقدر تنظيف للجسم، يعني تنظيف للجسم او حمومه بالجسم اكزاكتلي exactly. حتى انه نحن نقدر نخلق نيو هابتس او عادات جديده او نتخلص من عادات قديمه. يعني نحن عندنا هال 30 يوم اذا بدنا نعمل عاده، لانه هو نحن يمكن نجرب نعمل رياضه كل يوم، او نحن يمكن نقدر نخفف من كميات الاكل اللي عم ناكلها او نغير من نوعيه الاكل اللي عم ناكله، نلغي الدخان، نلغي يمكن الالكول، نلغي نخفف القهوه، يعني هو كلهم هلا هي الفرصه المناسبه بالضبط لواحد يكون عم ياخذ هيدا، لانه نحن خلال 21 يوم انت بتقدري تغيري عاده. سو اذا كفينا فون قصة الايام اللي فاضله، سو نحن بنقدر انه نكون خلقنا هابت جديده او بدها اراده وبدها قرار كمان انه واحد يقدر يكفي، بدون قرار ما بيمشي الحال. طيب سو نحن صوم اخر ايام حتى بنحس انه الايموشنز تبعونا صاروا انه هابي هورمونز، انه كمان في عندي ريليس اوف اندورفينز بهيدي الفتره، حتى ممكن نحس انه الذاكره تحسنت والكونسنتريشن يعني التركيز ممكن يكون تحسن خلال هيدي الفتره. نعم. هلا كيف لازم يكون الاكل صح خلال هالفتره؟ عم نصوم حوالي يعني الاكثر من 12 ساعه، طبعا بيكون قريب 16 ساعه، قريب 16 ساعه عم نجي ناكل، يعني اذا بدنا نقول بين مزدوجين فرد مره مزبوط. في ناس تاكل بس وجبه واحده حتى، وهذا الشيء انا ما بحبزه شخصيا، يعني في ناس متعوده هيك، بس الافضل انه نقدر نكون عم نقسم. هلا على وقت الفطور اول شغله لازم نبلش فيها، نحن ما ننسى انه مش بس عم نكون في حرمان الاكل، في كمان المي، وهي اهم شيء بالنسبه لي نقدر نحافظ على الهايدريشن خلال هيدي الفتره، لانه كمان ممكن نتاثر ونصير في عنا كونستيبيشن. سو نحن اول شيء على الفطور لازم ناخذ بين تمره لثلاث تمرات، في تمر بيكون سايز تبعه اكبر من غيره، هيدا فينا ناخذ حبه منه، وفي التمرات يلي بيجوا كثير حبتهم صغيره فينا ناخذ منهم ثلاثه، سو ديبينز انه حسب حجم التمره قد ايه بيكون بقلبها سعرات حراريه. سو لازم خلينا ليتس سي انه ثلاثه صغار ومي، سو بدنا نبلش نعير المي وناخذهم بالمقسمين، ما فينا ناخذ المي فرد دفعه، يعني في شباب ياخذوا لترين مي دغري فرد مره، ما بيصير انه ناخذهم فرد مره، لانه بدنا نكون عم نقدر نقسمهم للجسم يستوعب انه يضل محافظ على هالمي لتاني نهار نقدر نكون هايدريتد. ما بيسوى للكلاوي يعني لكثير وظائف بالجسم اكيد 100%. طيب سو بناخذ اول شيء ثلاث تمرات ومي، بدنا ناخذ اذا بدك رياحه صغيره اللي هون بيكون اجمالا في وقت الصلاه، فيه لازم نكون عم ناخذ هيدا البريك لحتى بس الجسم يستوعب انه بعد كل هالوقت الصيام هلا بده يبلش يفوت لعنا اكل، وبدنا نعرف كيف بدنا نقسمهم. سو بعد الثلاث تمرات ومي بنبلش بشيء ساخن يلي هو اجمالا بيكون السوب. السوب بدنا نجرب نعتمد انه هي ما تكون سوب ثقيله، يعني في سوب يلي بيجوا بالجاهزه هون مش لازم ناخذهم لانه اصلا بقلبهم كثير املاح. ثانيا في الكريمي سوبس، يعني كل شيء بنستعمل فيه كريم فريش كمان مفضل انه ما نكون عم ناخده، وفي في عالم بتحط بالسوب سمنه او زبده كمان من الافضل انه ما يكون فيها كل هول، لانه نحن هدفنا من السوب انه يكون شيء دافي عم بيفوت على المعده بعد الصيام، وغير هيك انه يكون عم بيكون فيها كمان فيتامينات ومعادن، وكمان صح. نكون عم ناخذ اذا بدك المي، لانه هي يعني افضل المي. سوب هي اللي بتجي مي مع خضره اكزاكتلي exactly. حتى شوربه العدس ممكن يكون فيها ممكن يكون فيها دجاج او لحمه كمان بالزبط. ما بيأثر بالزبط. حتى لو كانت اول وجبه هي ما بيأثر اكيد ما بيأثر ابدا، ما رح تكون اساسا كميه كثير كبيره. سو شوربه العدس منيحه، شوربه الخضره مع التشيكن او مع حتى لحمة مفرومة إذا بينحط لها ما في مشكلة فيهم أبدا، هو إجمالا أخف سوبس. هلا في عندك فاريشن أصلا بالريسيبي سو إت ديبينز، بس إنه تكون مش هالقد دسمة، يعني البيس تبعها مي مش كريم، هيدا هو المقصود. اكزاكتلي اكزاكتلي. تاني ستيب فينا ناخذ سايد سالد، سايد سالد كمان ما تكون كثير كبيرة لأنه بتصير بتعبي البطن، ما بنقدر نوصل للبارت الأساسي من الوجبة يلي هو اللي فيه بروتين أجمالا. سو إذا بنقدر ناخذ سايد سالد صغيرة بس لنأمن إنه نحن نكون عم ناخذ الألياف، والسالد كمان الصوص تبعها ما يكون كثير ثقيل أزوال، يعني مش يكون مايونيز بيست أو أي شيء ثاني، حتى زيت الزيتون بالتبولة معودين بنحط كميات كثير كثير كبيرة، سو بدنا نجرب نعدل شوي وتكون بورشن تبعها صغيرة. هلا المشكلة كمان على سفرة رمضان عندك الأبيتايزرز اللي هن بملوا السفره كلياتها، اللي هن بنشبع قبل ما نقعد على الطاوله اكزاكتلي.
بيكونوا عجين كمان معظم الاوقات، سو بدنا نعرف نختار. هلا غير انه نحن صايمين اكيد بدنا ننبسط شوي على سفره الاكل، بس كمان بدنا نعرف ننقي ونعرف نكون عم نعمل بالانس لحالنا. هو لازم نحطهم بعدين، اذا بننزلهم بعدين على الطاوله، يعني اللي بعده جوعان يتسلى فيه 100%. اكيد تاكدي ما حدا حيضل جوعان ياكلهم. سو فينا ننقي يعني تشويس واحد من الابيتايزرز، يعني ليتس سي في فته، في رقاقات بجبن، في سمبوسك لحمه، ما فيني اخذ من الثلاثه لانه خلص صارت وجبه فعليا. سو بدي اجرب اقسم انه انا اكون عم نقي نوع واحد من الابيتايزرز وكون عم بعتمده. هلا بنوصل للمين بليت. ات ذس ستيج في كثير عالم بتشبع لانه المعده بتكون نوعا ما مسكره، ما بتستوعب هالقد كميات اكل فرد مره. سو هلا سنس لانه بعده الافطار وقته بكير شوي، للعالم يلي بدها تكون عم بتزيد الماسل ماس تبعها فيها تاخذ بريك ات ذس بوينت، بتكون اخذت شويه مي، اخذت الياف، اخذت فيتامينات، واخذت معادن، ويكونوا عم بيروحوا على الرياضه اذا نقوا الابيتايزر، او ان كيس اوف العالم بتتمرن وبدها تزيد المسل ماس تبعها فين يكونوا عم ينقوا ابيتايزرز اكثر. بس لما بنروح صوب ويت لوس او حتى بس مينتننس للوزن او صحيا، احسن انه ما نكون عم ناخذ كثير تشويسز. يعني هذا من بعد قد ايه من الاكل اذا بدنا نقول فينا نكون عم نعمل ساعه رياضة. او ساعتين اوكي بنخلص رياضه الساعه بنرجع بنجي على المين بليت اللي هو بيكون أوكي. البيس تبعه هو بروتين، سو تشيكن، حيلا الطبخ اللبناني اجمالا او الميديترينيان بيكون بقلبه خضره، حد ورز، وبركه مش بركه اكيد بروتين. سو بدنا نعرف نكون عم ننقي شو المين بليت تبعنا، تشيكن او بيف او سمك، بس ضروري يكون في حصه بروتين على هيدي الوجبه خصوصي اذا كان في تمرين. هلا من بعد هيدي الوجبه في كمان الديزرت اللي هو العالم اجمالا بياخذوهم كلهم ورا بعضهم، يعني مين بليت، الابيتايزرز، السوب، الديزرت، هذا ما بيصير لانه ديفينتلي ممكن يصير عندي كمان كونستيبيشن او امساك، يعني انا بهالحاله جسمي صايم كل النهار بيجي بفوت له هالكم من الاكل فرد مره، اصلا حيصير في ازعاج يعني لل بعدين ما تركت مجال انه احس بشعور الشبع، يعني رح يصير اكل فوق طاقتي، رح يسبب لي هذا الشيء يا مشاكل صحيه يا زياده بالوزن، وبعدين الاضرار رح تكون كبيره بالاكزاكتلي بعد باخر الشهر. يعني حتى الاكل بسرعه ما بتلحق المسج توصل يعني للبرين وتقول له انه خلص انه نحن صار في عنا حاله شبع، مشان هيك لازم نكون عم نقسمهم قد ما فينا. سو اذا تمرنا بعد الفطور بيكون اتس ا جود تشويس انه نقسم الفطور على دفعتين، يعني يكون في تقريبا شي 3 ساعات بين اذا بدك فطور 1 وفطور 2، ات ديبيندز اذا في تمرين بيناتهم، اذا ما في تمرين بيناتهم فينا بعد شي ساعتين ثلاثه نكون عم ناخذ الديزرت يلي هو حيلا شي حلو. بس المشكله انه الحلو العربي يلي بيكون موجود كل الوقت برمضان هو اكثر شي بقلبه سعرات حراريه. طب طيب وفي اشياء ما بناكلها الا برمضان يعني مشان هيك ما فينا نكون عم نحرم حالنا هالقد، لانه اصلا حكينا جمعة الماضي قد ايه ريستريكشن بتولد انه نكون عم نعمل بنج ايتينج. سو اذا بدنا ناخذ الحلو العربي بدنا ناخذ بورشن صغيره، يعني اجمالا كمان هو القطر اللي بنزيده هو اللي بيخلي انه السعرات الحراريه تعلى زياده، سو بدنا نعمل شوي كنترول انه ما يكون كثير في يعني نكون عم ندلق هالقطر بلا ما نحس. وديفينتلي اذا بناخذ فواكه هو اكيد احسن سورس اوف سكر يعني او الحلو، لما بناخده من الفواكه بنكون عم ناخذ فيتامينات، بنكون عم ناخذ معادن، وبنكون عم ناخذ الياف. هلا بنوصل لوجبه السحور، وجبه السحور لازم كمان تكون هاي ان بروتين. يعني قد ايه المفروض نترك مجال، قد ايه المفروض يكون في وقت بالاربع خمس ساعات بين الفطور، يعني اذا قسمنا فطورنا فطور 1 وفطور 2 بين الفطور هو اجمالا الفطور بيكون يعني اذا بدنا نقول يعني اجمالا اكثريه العالم تفطر صوب الثنتين او ثلاثه بالليل اذا ناموا او ما ناموا، هذا شيء بيرسونال، بس انه بيكون وقته هيك شيء تقريبا. سو في عندك وقت منيح اجمالا، يعني لا تنسي انه نحن اخذنا فطور 2 صوب شي الساعه 9 او 10، السحور بده يصير على ثنتين ثلاثه، بصير انه مقبول يعني اربع خمس ساعات بين 100%. سو نحن بهالطريقه بنكون اخذنا 3 ميز بس مش نوصلهم ببعضهم اكيد لا اكيد نقعد على السفره نتكتك على الرايق، لكن بنقعد على السفره من الفطور للسحور اكيد لا. سو على السحور بدنا نكون كمان هاي ان بروتين، بدنا ننتبه انه اكثر شيء اجمالا العالم بيروحوا صوبوا بوجبه السحور هو المناقيش، الكعك، الكرواسون او اي شيء فيه عجين،
بتاكل بيكون على السحور، يعني كانه الترويقه، بس الترويقه الاشياء اللي بتقيط على القلب تيرجعوا يضاينوا لتاني يوم عشيه 100%. بس في اشياء بتقيط القلب غير هول، ففينا ناخذ بيض، هو من احسن الاوبشنز انه نكون عم ناخذ فيه كمان على السحور، لانه بيكون بقلبه فيري جود بروتين، ونحن بنكون عم ننقي النشويات اللي بدنا نزيدهم، يعني مثلا اذا بنزيد معهم خبز اسمر. مش انا مش عم اقول انه ما لازم نكون عم ناخذ نشويات، اكيد بدنا نشويات، بس النشويات المعقده واللي هي بتكون بطيئه، يعني الجسم بيهضمها على البطيء، يعني بتضل اكثر وقت بالدايجستيف سيستم لحتى ما يكون في جوع ثاني نهار. فينا نروح صوب الاجز، فينا نروح بركي تركي ان شي ساندويتش، او حيلا نوع جبنه بيضة ما تكون الجبنه مدهنه مع كمان خبزه سمراء. هلا فينا نمرق وانس ا ويك توايس ا ويك، شيء نحن عبالنا اياه اكيد منا هالمصيبه يعني، بس مش نكون عم ناخذها بشكل يومي، لانه نحن اصلا الاجبان ما دخلناهم بالفطور مبدئيا، فمضطرين نكون عم ندخلهم بالسحور. صح 100%، لانه انا بحاجه لكميه الكالسيوم اللي بكون عم باخذها، يعني سبيشلي اذا الفطور ما كان عليه لبن، ما بكون بقلبه لبن، ضروري نكون عم ناخذ هيك شيء على السحور. هلا اوت ميل تشيا بودينج، تشيا بودينج كمان من احسن التشويسز للسحور، فيني زيد عليها توبينج اللي انا بدي، لانه التشيا سيدز او بذور الشيا هن بيعد يعني بالبطن بينفشوا وبصير بياخذوا مجال اكبر، فكرمال هيك كثير منيح انه نحن نكون عم ناخذه، لانه كمان بيعطوا طاقه، وبنهضمهم على البطيء، وبقلبهم كمان اوميجا 3 وبقلبهم حديد، فبقلبهم كثير من الفيتامينات والمعادن، فاتس ا جود تشويس على السحور. وفينا ناخذ اوت ميل كمان مع الشوفان، فينا نكون عم نزيد بركي بانانا، حليب، فينا ننقي الحليب اللي نحن بدنا اياه، سو فيكون هيك كانه شيء سويت اذا حدا عم يعمل كريفنجز للسويت. نعم. وفي يكون كمان بنفس الوقت بشبع. انا المسج اللي بدي اوصله باخر كم ثانيه انه الوقت الضايع بين الفطور والفطور اذا بدنا نقول، او بين الفطور والسحور، ما يكون مينلي يعني قاعده مع ارجيله مع دخان، هو هذا المعتمد، هذا المعتمد، يعني نكون شوي عم نعمل حركه، نكون شوي عم نعمل رياضه، عم نحرك جسمنا، لانه الرياضه حتى لو تعبتنا شوي بس هي اللي رح تعطينا طاقه. الرياضه كمان فينا نكون عم نعتمدها قبل الفطور، بنعمل فاستد كارديو بس على شرط انه نكون عم نأمل البروتين الكافي. وان شاء الله يكون صوم مبارك للجميع. شكرا كثير ميرفت ابيض، ناخذ وقفه وبنرجع.